السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء السعادة والسكر الزيادة وكل حاجة حلوة على عيونكم مشاهدين الكرام، مشاهدين شاشة قناة النهار ومشاهدين مطبخ هالة على شاشة قناة النهار. النهاردة إن شاء الله هنتغدى مع بعض أكلة كده حلوة بتاعت الزمن الجميل، بنسميها دقية الكوسة، اتربينا عليها. دقية كوسة بلحمة مفرومة أو دقية الكوسة باللحمة، بس دقية الكوسة بالذات بتتعمل باللحمة المفرومة، طعمها بيبقى في منتهى الجمال ما شاء الله عليها. وطبعا انتوا عارفين كويس قوي فوائد الكوسة وخصوصا لعضلة القلب. الناس اللي ما بتفتكرهاش او ما بتجيش على بالها، يا جماعة لازم تهتموا بأكل الكوسة بأي صورة من الصور. النهاردة هنعمل دقية الكوسة الحلوة، أكلة قديمة كده من أكل أمهاتنا بتاع زمان، وعلشان نكمل الغدوة الحلوة عاملين كمان رز بشعرية، وعاملين كمان بتنجان مخلل وطماطم وفلفل، وهتبقى ليلة النهاردة. قبل ما نعمل اي حاجه، الاول لازم نصبح على صلاح مخرجنا الكبير اللي منورنا النهارده، منورنا يا ابو الصلح، وهناكلك ان شاء الله دقيه كوسه بلحمه مفرومه. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. المقادير بتاعتنا الاول وصفه دقيه الكوسه بلحمه مفرومه. عندي لحمه مفرومه متعصجه على النار، نص كيلو او كيلو اللي موجود عندك. بعد كده عندنا كوسه برضو الوزن اللي يعجبك، بس دايما تخلي الكوسة ضعف اللحمة المفرومة، بمعنى لو نص كيلو لحمة مفرومة هتبقى الكوسة عندنا كيلو، دايما الضعف لانها بتخس، فعشان لما تخس معنا تبقى هي واللحمة المفرومة باينين في قلب بعض، ما تبقاش اللحمة المفرومة بقت صايصة جوه الاكلة ومش باينة. فهمنا النسبة دي اول حاجة. بعد كده عصير طماطم مضروب في الخلاط، قرن فلفل رومي، ولو حابة تخلي الاكلة كده حرشة كده ممكن تخليه حامي. عندي سمنة اللي هشتغل بيها، صلصة وتوم مفروم، والسبع بهارات بتاعتنا او اي بهارات مشكلة عندك، وملح وفلفل اسود. دي مقادير اول وصفة. الوصفة التانية البتنجان بتاعنا، هنعمل له تخليل حلو قوي كده وتتبيلة بقى وخلطة من العيار التقيل. عبارة عن ايه؟ عندي بتنجان وفلفل رومي وفلفل حامي وطماطم، البتنجان والفلفل مقليين والطماطم متقطعة شرايح. الخلطة بقى بتاعتنا عندنا عصير ليمون، خل، طماطم مفرومة بالسكينة. النهاردة أنا هخلي الخلطة خشنة، مش هضربها في الكبة إطلاقا ولا حتى في الخلاط زي ما كنا بنعمل. أنا هخلي الخلطة بتاعتي خشنة، بتدي طعم وبتدي بقى إيه شكل كده حلو قوي للطبق زي ما هنشوف مع بعض. طماطم متقطعة بالسكينة، فلفل رومي، فلفل حامي، كمون وكزبرة، ثوم مفروم، طبعا ملح وفلفل اسود، عصير ليمون وخل وشويه زيت. وزي ما صلاح جاب لنا كده الطبق الحلو ده، بتنجان وفلفل مقليين وشرايح طماطم كمان متقطعه معاها. هنسيب الطبق ده دلوقتي لغايه ما نشتغل في دقيه الكوسه بتاعتنا. بسم الله، يلا يا بركه بسم الله. تعالوا معايا على اللحمه المفرومه وهي بتتعصج. دلوقتي اللحمه دي يا جماعه متعصجة ببصل ورشة ملح وفلفل اسود صغيرين، مش اكتر من كده. هعلي النار، تبقى مطية خالص، هي كده استوت. اول ما تدخل في السوى هكمل بقية المقادير بتاعتي. هاخد التوم والفلفل معانا. بص يا ستي هوسع كده، امتى هنحط التوم والفلفل؟ بعد ما تكون اللحمة المفرومة اتعصجت. هاخد كده يا دوبك، بصوا فصين توم كده صغيرين، ومعاهم زي ما اتفقنا قرن فلفل رومي او حامي. نقلبهم كده في سخونيه الحله. بسم الله بالشكل ده. اول كده مدي تشويحه خفيفه، اروح مقلبه بقى كله في بعضه. يا دوبك بس اللحمه المفرومه هتسخن مع خلطه الفلفل والثوم، وشمي احلى ريحه لتعصيج اللحمه المفرومه ما شاء الله عليه. اهو شفتوا، ما تحطوهاش من الاول عشان ريحته تفضل فيها زي ما هي. بعد كده هعمل نفس الحفرة تاني بالشكل ده، وهنزل بمعلقتين صلصة. لا فعلا ما شاء الله هتشموا الريحة حلوة قوي. الثوم والفلفل دول حكاية حكاية. كده برضو نفس الحكاية، خليها بس الصلصة تسخن كده كويس كده، بصوا. وبعد كده اديها بقى ايه تحميصة حلوة مع اللحمة المفرومة اهو كده وبالشكل ده. عايزه اقول لكم دقيقة الكوسه باللحمه المفرومه دي من الاكلات اللي انا اتشهرت بيها جدا، طعم وريحه
حكاية ما شاء الله عليها، طعمها هيعجبكم قوي. بصي بقى ادي كده الصلصة كمان اتشوحت مع اللحمة المفرومة. يبقى الاول حطينا الثوم وحطينا الفلفل وبعدين الصلصة، ودلوقتي هنزل بعصير طماطم. بسم الله، عصير طماطم مضروب تقيل كده، ومش هنخلي الخلطة دي خفيفة لان الكوسة اصلا بتنزل ميتها. يعني انا هخلي كده التعصيدة دي تقيلة كده عشان لما الكوسة تنزل ميتها يبقى يدوبك ملاقيش مية كتيرة في الطبخة بتاعتي، الاقي قوامها مظبوط ومتناسق، تقيلة كده وحلوة. لاحظوا الموضوع ده يا جماعة، الكوسة بتنزل مية عشان تبقي عارف، سواء كان حجم الكوسة كبير او صغير بتنزل مية. اهو شوفوا لازم تبقى تقيلة كده. بس كده بقى نتبل. هنحط ايه بقى؟ احنا في الاول كنا حاطين يدوبك رشة ملح وفلفل اسود مع تعصيج اللحمة. دلوقتي بقى اول حاجة هزود الملح والفلفل اللي هما بقى هظبطهم ايه للأكلة بتاعتنا. بسم الله، يعني ده الاساس بقى بتاع التتبيلة. ادي يا ستي الملح اهو كده، وادي الفلفل، زودي برضو الفلفل شوية بيدي برضو طعم وريحة حلوة قوي، وكمان السبع بهارات او اي بهارات موجودة عندك في المطبخ. بس ونقلب بالشكل ده، وهوطي النار عليها واسيبها تاخد غلوتين اتنين على ما نشوف الكوسة بقى بنقطعها ازاي وبنعمل فيها ايه. بصوا قوام تقيل ازاي واللحمة المفرومة باينة ازاي، ده اللي بنتكلم فيه. شوفوا اللون وبصوا القوام اهو، على ما الكوسة تستوي معاها وتنزل ميتها هتبقى يدوبك كده الطبخة بتاعتنا ان شاء الله بإذن الله مظبوطة جدا. نغطي. بصوا بقى الابداعات بتاعت صلاح، بيقول لي والصلصة دي كده تنفع للمكرونة؟ اه طبعا تنفع صلصة، هي دي البولونيز اللي بيتقال عليها يا عم. ماشي يا عم صلاح يا ابداعاتك. بصوا هنعمل ايه بقى في الكوسة. هجيب الاول بولة كده واحط فيها شوية مية بملح، دي مهمة جدا، علمتني اياها امي ان الكوسة واحنا بنقطعها وبعد ما نغسلها احطها شوية في مية بملح صغيرين كده، مش ملح كتير، حاجة بسيطة كده، بتدي تتبيلة حلوة قوي قوي للكوسة لا تتخيلوا جمالها. قلبي بقى كده، دوبي الملح، الملح انا حطيت شوية صغيرين بس. وبعد كده يا ستي هنغسل الكوسة كويس، عندي سكينة مشرشرة زي دي هجرح بيها الكوسة، وده مهم جدا لان الكوسة معروف انها من الزرع اللي الرملة بتاعت الزرع بتبقى لازقة عليها مهما تتغسل ومهما تتنقع، عشان كده معروف عن الكوسة انها لازم تتجرح القشرة الخارجية بتاعتها. فبنعمل ايه؟ بمسك الكوسة كده لو عندي سكينة مشرشرة وباخدها كده اهي بالشكل ده، بسرعة 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 كده، شوفوا شكلها جميل ازاي اهي. وبعد كده اروح حطاها على طول فين؟ في المية مملح. طيب لو ما عنديش سكينة مشرشرة هعمل ايه؟ ادي المقوار، بالمقوار نفسه اهو، انا بفضل المقوار بصراحة بيديها شكل بيعجبني جدا، وبعدين التجريح بتاع المقوار بيبقى كتير فببقى مطمنة ان القشرة الخارجية اتجرحت كلها، لو فيها اي رملة او اي حاجة بتقرقش اتشالت. معنقعها بعد كده في المية مملح، شكرا جزيلا، تاكلي شوية كوسة النهاردة عسل 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 اهو. شوفوا سريع كده اهو، قوام قوام بس كده، وفين؟ على المية مملح بس كده. وبعد كده سيبها بقى شوية، يعني سيبيها مثلا 10 دقايق كده ولا حاجة، منها بتتغسل ومنها بتاخد تحديقة حلوة قوي. بعد كده هنشيلها من المية مملح، نشطفها كده فيها، ما بتتشطفش تاني. اه شفتي؟ فكرتيني. بصوا ونقطع الكوسه بقى كده بالشكل ده، حلقات متوسطه، ولا تخينه ولا رفيعه قوي علشان الكوسه ما تتهريش منكم. كوسه كلها ميه، فلو استوت زياده عن اللزوم او كانت متقطعه رفيع ممكن تتهري، تتهري بمنتهى السهوله. او حتى مثلا ايه لو الطبيخ بتاعك بات منه طبق كده تبص لقيتها اتهرت، ف
احنا لا ما عندناش الكلام ده. طب وليه؟ ماشي يا لميز، عود احمد يا لميز. ماشي، عشان انا يا جماعه بحكي لهم الصبح ان انا حلمت بالكوسه، حلمت ان انا كنت عايزه اقول لهم لما نيجي نقطع الكوسه سيبوا لي كام واحده كده لازم اقطعها على الهوا اوري حبايبنا بتتقطع ازاي. فحلمت بقى ايه ان 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 الكوسه اتقطعت كلها، فحلمت ان انا عماله امسك في الكوسه كده وعماله اقول لهم ليه انا كنت عايزه اقطع على الهوا عايزه اقطع على الهوا. فمن الصبح ماسكينها لي بقى، زلوني بالحلم ده اضغط ايوه بالظبط. شفتوا الشغل بيعمل فينا ايه؟ شفتوا الواحد قايم نايم بالوصفه ازاي؟ تعالوا بقى شوفوا كده القوام عامل ازاي وهو المطلوب. اهو حتت الفلفل باينه، الريحه بتاعت الفلفل والثوم رائعه بمعنى الكلمه، القوام ممتاز، هو ده القوام المظبوط، اوعي تخفيه عن كده. وهوريكم في الاخر الكوسه هتنزل ميتها ازاي والقوام اللي قدامك ده هيخف شويه كمان. هنزل بالكوسه، بسم الله. الدقيه بتاعتنا النهارده تستاهل بقكم، والكوسه بقى دلوقتي في السوق ايه منوره. قلبي بقى كده وسيبي الكوسه تنزل شويه ميه وتستوي مع الخلطه الحلوه دي. عسل اهو. اهم حاجه عندي حتى لو اللحمه المفرومه حتى لو ربع كيلو هتشتغلي بيه، برده تخلي الخلطه تقيله عشان اللحمه المفرومه تبان فيها يا جماعه. بصوا القوام تقيل ازاي؟ بس سيبوها بقى كده تغلي غلوتين حلوين وتنزل ميتها وتلاقي القوام ده اختلف تماما. بس كده على ما تعمل ده تغلي وتنزل ميتها شويه وتخفلي القوام، بسرعه بسرعه نشتغل في البتنجان بتاعنا. عايزين بس نوطي عليها النار شويه اهو، تاخد بس غلوه على ما نعمل الخلطه. زي ما قلت لكم انا مش هضرب حاجه في الكبه، مش هنعم حاجه، انا النهارده هشتغل بكل الخضار اللي عندي بالخلطه بتاعت البتنجان خشنه، من احلى من احلى خلطات البتنجان اللي بتبقى خشنه كده وفيها الطماطم باينه، فيها الفلفل باين زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجه هنزل بيها الثوم، بسم الله. ناخد كده ايه معلقه كبيره كده ثوم حلوه مليانه كده، ان ده طبعا اصل التخليل. وبعد كده فلفل حامي، يا حلاوته يا جماله جوه الخلطه، وفلفل رومي، بسم الله كده ماشي. وايه كمان؟ طماطم، كل ده فرماه بالسكينه، لو الطماطم منزله ميتها خدي ميتها كمان اهي كده، حلو كده. وبعد كده التوابل بتاعتنا بقى، ادي كمون، ده روح التخليل، ادي كزبره تخلي خلطتك منوره وادي ملح، والملح هنا برضو ايه هنظبطه كده شويه. انا مش سامعه. ونحط خل، معلش قولوا لي تاني يا جماعه انا مش سامعه كويس. وخل وعصير ليمون، ادي الخل وادي عصير الليمون، ده برضو بنزوده شويه كده، 3 4 ليمونات كده حلوين بيدوا مزازه للخلطه ويخلوها في منتهى الجمال. ونقلب، بصوا وانتي بقى بتقلبي بظهر المعلقه كده كسري بس شويه في حتت الفلفل والطماطم، لكن مش هنهريها، دي اسمها الخلطه الخشنه اهي بالشكل ده. بعد كده هنحط عليها شويه ميه، بصوا قلبوا 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 كده. طبعا الميه اللي موجوده دي الخل وعصير الليمون، فاحنا محتاجين لازم نزود شويه ميه. وهعمل لكم حركه هنا دلوقتي بقى يا جماعه، لا مكتوبه في المقادير ولا حتى انا قلتها الصبح، انا قلت هفاجئ الكل بيها. هعمل لكم حركه دلوقتي، شوفي هتخلي دقيقه الكوسه طعمها عامل ازاي. تفتكري ايه لميس بقى؟ تفتكري كده ايه وانت جايه من الصبح كده؟ ماشي، مش عارفة شوية من مية التخليل فين؟ أنا سامعة إسراء. ماشي يا إسراء، بصوا بقى هاجي هنا، بسم الله. فهماني بقى أمها من زمان. بصوا هاخد شوية من مية التخليل دي في الكوسة كده،
بس اظن انتوا دلوقتي متخيلين طعم الكوسه ده هيبقى عامل ازاي. نعلي النار عشان انا كنت موطيه، وشموا الريحه بقى اللي هتبقى طالعه دلوقتي وجمالها وحلاوتها ما شاء الله عليها. نعلي اكتر عشان ايه نلحق نغرفها معاكم. ريحتها فظيعه فظيعه، شهيه جدا ما شاء الله. بس يلا نسيبها بقى كده شويه، نغطي عليها. الريحه طلعت، الريحه طلعت يا صلاح. هنا بقى الخلطه بتاعت البتنجان، شويه زيت يدوا كده لمعه حلوه كده للبتنجان وهو متخلل. بصوا كده بالشكل ده. وبعدين هجيب طبق، بسم الله، فيه جرجير كده من تحت، وهنجيب بقى ايه البتنجان الحلو بتاعنا اللي اتخلل. وزي ما احنا متفقين، اللي اتقلى قصدي، زي ما احنا متفقين لازم لازم اتبل البتنجان كله بره وجوه الاول، ما احطش الخلطه جوه القلب وافرح كده ان البتنجانه اتخللت وابص الاقيها وانا باكلها ملهاش طعم من بره، لحمه البتنجان مش متبله. لازم تغطسيه كده في التتبيله وبعد كده تحطي بقى. عارفه لو ما حطيتيش في القلب خالص مش مهم، البتنجانه هي كده اتبلت خلاص بالشكل ده. سريع سريع. والكوسه يا لميس ريحتها ايه حكايه، ريحتها ابتدت تطلع، كل ما هتغلي كل ما ريحتها تطلع معانا اكتر واكتر. يلا تاني، بصوا بعمل ايه. لازم اغطس البتنجان الاول في الخلطه بالشكل ده اهو كده، انا اسمها حيقتها، حيقت البتنجانه كلها. وبعد كده احط بقى ايه حاجه بسيطه في القلب كده. شوفوا بقى الخلطه الخشنه دي بشكلها جميل ازاي. انا عايزه اقول لكم يعني دي في البيت بعملها على طول، الخلطه دي اللي فيها كده حتت الطماطم والفلفل بتبقى تحفه بالشكل ده. بس يلا بينا. ولو تلاحظوا احنا قالين البتنجان بالعنق بتاعه عشان البتنجانه ما تفتحش مننا. لو تلاحظوا شوفوا البتنجان كله عامل ازاي ما شاء الله عليه اهو. وخلاص، عارفه يا لميس احنا خلصنا، يعني هو الطبق بتاعنا ده نخلصه وهنغرف الكوسه وخلاص خلصنا غدوتنا النهارده. الطبق ده لوحده يا جماعه انا بعتبره اكله، يعني عارفين كده لما صلاح ياخد الطبق ده مع رغيف عيش. شكرا اهو كده بالشكل ده، ده كده البتنجان. طيب بالنسبه للطماطم برضو نفس الحكايه، هاخد الطماطم في الخلطه واقلبها كده اهي ماشي، وبعد كده اروح واخده بقى شرايح الطماطم برضو نفس الحكايه، هي كده اتبلت يا جماعه. بصوا طبق فاخر بجد، طبق يعني شغل كده يفتح النفس، اكلنا الحرش الجميل. يلا اخر واحدتين وعيشي بقى، عيشي بقى يا لميس، فلفل حامي فلفل رومي، عيشي يا قمر اهو. نعم سيبيني في حالي في اللي انا شايفاه ده. لا اه طب ليه بقى انت قصده على فكره يا شريره اهو بص. كده ادي كمان الفلفل بس كده، خلص الطبق بتاعنا. حط كده ايه حلقتين كده فلفل رومي كده في النص، ولازم لازم في الاخر اه من رايحه لهو هاخد من الخلطه واروح حاطه كده على الطبق كله، خليها تنزل على الجرجير اللي تحت، تتبل لي الجرجير كمان وتدي له طعم حلو قوي اهو. شوفوا ازاي ما شاء الله، بصوا المنظر. ورينا بقى يا صلاح الطبق الحلو ده. يلا اخيرا سمعت. يلا بص بقى يا باشا، هات الطبق الحلو ده لحبايبنا كده، وريهم قد ايه الطبق شهي، ووريهم الالوان بتاعته جميله ازاي زي العسل. ونبص على الكوسه وعلى الريحه الحلوه، الله الله الله، عسل. وادي الخلطه الخشنه اللي قلنا عليها،
هي دي الخلطه الخشنه اللي بجد طعمها حكايه ما شاء الله. نشيل بقى كل ده ونغرف الكوسه. انا هغرفها دلوقتي عشان بس ما عنديش وقت، يعني هي دلوقتي تعتبر ايه داخله في السوى، بس سواها ما كملش. يلا يلا بينا نمسح بس كل ده عشان نقدم احلى طبق. نقلب كده، بصوا شايفين الكوسه اول ما بتغلي ابتدت تنزل ميتها ازاي؟ فاكرين الخليط ده كان عامل ازاي؟ دي واحده فلفل اسود، دي فلفل اسود صحيح، ده جالنا منين؟ نغرف بقى يلا بينا. يلا يا دوبك نغرف يا حبيبتي. يلا شفتي انا راضي عنك ازاي؟ شفتي انا بحبك ازاي؟ بحبك ازاي؟ يلا بينا احلى شويه كوسه هنغرفهم مع بعض حالا. زي ما قلت لكم هي لسه ما استوتش كويس يا صلاح، هي يا دوبك باديه تغلي، فانتوا عندكم بقى سويها كويس بس ما تسواهاش للاخر. الكوسه زي البطاطس من الخضار اللي بيكمل سواه في سخونيه الصلصه بتاعته، يعني الكوسه والبطاطس ما تطفيش عليها مستويه 100%. بصوا واللحمه المفرومه باينه ازاي، مش صيصه، ما ضاعتش مني في قلب الاكله، يا دوبك هي كانت عايزه بس والله غلوه كمان. بس انتوا بقى ايه، قوموا بالواجب ده اهو. هاخد شويه كوسه كده على الوش، شوفوا جمالها وشوفوا حلاوتها، ريحتها شهيه جدا ما شاء الله. الف هنا وشفا ليكم جميعا، والف هنا وشفا لكل حبايبنا اللي هياكلوا يا رب. هتعشقوا دقيقه الكوسه دي، هتبقى ادمان عندكم على طول ان شاء الله. دي كده ونقدم بقى الطبق الحلو بتاعنا. يلا بينا يا صلاح، يلا بينا نوسع له مكان بس. يلا بينا، الف هنا وشفا. ولو هتعمليها بلحمه صحيحه قطعه لحمه نفس الحكايه بالظبط، واللحمه مسلوقه تتحط برده معاها. وقدمنا الرز بشعريه، وما قدمناش كمان البتنجان، نسينا البتنجان. نحط البتنجان كده اهو. الف هنا وشفا لكل حبايبي يا رب. يا رب الاكل النهارده بتاعتنا تكون عجبتكم، والوصفه تكون سهله وسريعه وما خدتش مننا وقت خالص. فقرتنا خلصت وغدوتنا خلصت، بس حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقرات تعجبكم جدا جدا وهتفيدكم اكتر واكتر. والفقره اللي جايه مهمه جدا بجد، هي فعلا فقره قويه، فقره قنبله، هتلاقوا كده في انجاز حاصل انا نفسي مبهوره بيه، وهنكمل انبهار مع بعض ان شاء الله. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل الحلقه مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا لفقره قنبله ما شاء الله، ما زالت معانا دعاء سهيل بتفاجئنا وبتبهرنا بانجازاتها اللي بتعملها والحالات الحيه بقى، مش مجرد صور ومجرد ريفيوهات، لا دي بصوا بقى اللي هي داخله بكل ثقه وبكل كده عارفين قوتها. لا تعالوا لي الحاله اهي، الحالة تتكلم عن نفسها، الحالة تقول كنت ايه وبقيت ايه. المرة اللي فاتت ابهرتنا بالعنصر النسائي، النهاردة معانا مفاجأة من العيار التقيل، العنصر الرجالي كمان خس معانا واهتم بنفسه واهتم بصحته ونزل كيلوات مش قادرة اقول لكم قد ايه. ده كله اللي هنعرفه دلوقتي مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة دعاء سهيل، دكتوراه في علم التغذية البشرية ومؤسس اولى مؤسسي فكرة التخسيس اونلاين، مؤلفة كتاب التغذية واثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي، صاحبة مبادرة السمنة ناقوس الخطر اللي قلبت بيها الدنيا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا منوراني. يا رب يخليكي، ميرسي. وعايزين نقدم ضيفنا النهارده عبد الرحمن. عبد الرحمن من ثمار مبادرتي اللي قبل الاخيره، اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء. حلوة ما شاء الله، خس معانا 55 كيلو ما شاء الله، ومن سنتين ولم يرجع الوزن مره اخرى. حلو عشان كده انا جايباه بعد ما فقد وزنه وعدى سنتين عليه وما زال محتفظ برشاقته وان هو فاقد 55 كيلو. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل انجاز كبير جدا. طبعا. كمان حاجه مهمه، انت النهارده هتبقى مثال لشباب كتير هيقوموا دلوقتي يتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه يا جماعه، او صفحه الفيسبوك اللي هتنزل عندكم عبد الرحمن العنصر الرجالي ما شاء الله. شوفوا بقى عامل ازاي، 55 كيلو. 55 كيلو في خمس شهور. 55 خمس شهور. بس الكلام ده كمان ايه، بصوا المفاجأة التانية، من سنتين. يعني معنى كده ان فعلا اللي بيخس بأمان مع فريق التغذية وخبراء التغذية اللي موجودين بيردوا على التليفونات وبيتابعوا. هي سهيل وهم خبراء وخبيرات فضليات طبعا وخبراء أفاضل ما شاء الله عليهم، عارفين كويس جدا بيتابعوا الحالة ازاي. وما شاء الله ما شاء الله، يعني نجاحاتنا على أرض الواقع. وفي عبد الرحمن ظهر معايا على قنوات النهار قبل كده من سنتين، يعني موجود الحلقة على اليوتيوب. يعني حلو ان هو من سنتين وما زال محافظ. احنا ما شاء الله بنعرف نفقد الوزن كويس ونثبت كويس. ما هو سنتين اهو الحمد لله. سنتين. طب احكي لنا بقى كده يا عبد الرحمن، انت كنت ازاي وايه المشاكل اللي بتقابلك؟ اكتر حاجه ممكن اوصف بيها نفسي، كنت قبل انا كنت شخص عديم اي حاجه، اللي هو ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان انا بعرف اكل. طبعا الحياه ما كانتش حلوه خالص، او يعني يا ريت ان انا كنت اعرف الدكتور من بدري بجد بجد بجد. لان انت قول لنا الاول كانت حياتك عامله ازاي عشان بعد كده نعرف بقى وصلت لايه. الاول انا كنت دايما مثلا الاكل دايما زياده او اوفر او في الاكل، دي اول حاجه. يعني كانت شهيه مفتوحه، شهيه مفتوحة. دي اول مشكله هي معانا بتقابلنا، شهيه عاليه. دي صورة عبد الرحمن يا جماعه. لا وغير كده كمان يا دكتور، ده انا كنت دايما يعني اجي مثلا امشي شارع ولا حاجه الاقي نفسي ان انا بنهج ومش عارف ايه، اللي هو انا مش حاسس بالشباب بتاعي، او مش حاسس ان انا في عمري، انا حاسس ان انا عندي 60 سنه او انا يعني اكبر من كده. اللي هو كنت عايش اصلا الفتره ديت بصراحه نفسيا محطم، معنويا كل حاجه. بس يعني انا دلوقتي بقيت احسن بكتير بجد 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 والله، مش بشكر او مش بجد، دي يعني حاجه فعلا انا عشتها بجد. انا حياتي كلها اتغيرت، مش مجرد ان انا خسيت شويه كيلوهات او الكلام ده بجد. لا دي حياه تامه اتغيرت، يعني كل حاجه كل حاجه. حتى كمان رياضيا ونفسيا. يعني بتلعب رياضه دلوقتي عبد الرحمن؟ طبعا. ايوه يعني ما شاء الله. عايزين برضو ناكد ونطمن مفيش حاجه اسمها اعراض جانبيه. لا طبعا، لان الماده عشبيه بحته خالص، هي مواد طبيعيه 100%، الياف طبيعيه 100%. طيب قول لنا ايه اكتر حاجه كنت بتعاني فيها الاول ودلوقتي ما شاء الله ما بقاش فيها اي معاناه؟ معاناه اول حاجه بامانه كان زياده الوزن بيسبب لك احراج. دي حقيقة. يعني انا اسف السؤال ده، يعني اقول لك على حاجه واحده. لو انا مثلا كنت قاعد مثلا زي كده، انا كنت طبعا اقعد متوتر دايما بفكر في شكلي عامل ازاي. وبعدين بتبقى قاعد بكرشك، يعني انت فاهم النهارده قاعد من غير كرشك. ايوه. دي لا بجد بجد حقيقه فعلا، لما كنت ببقى قاعد دايما بفكر في نظره اللي قدامي ليا قبل ما افكر مثلا في انا بتكلم او كده. لا
ما كنتش بفكر في ده. انا دايما كنت بفكر ان اللي قدامي واخد عني عندي انطباع ان انا شخص كسول او ان انا شخص مثلا صوره ثانيه. هي لعبد الرحمن يا لهوي يا عبد الرحمن. على فكره في صور معايا اتخن من كده بس يعني ايه لو كنت يعني جبتها يعني قبل الحلقه كمان ما شاء الله. بصوا يا جماعه عبد الرحمن كان وزنه كان وزنك كام ساعتها يا عبد الرحمن؟ انا كنت 145 145 طبعا ده ناقوس الخطر بقى طبعا صح كده طبعا. النهارده هو 90 كيلو ما شاء الله ما شاء الله. عبد الرحمن طويل 190 بصوا دلوقتي طوله 190 وزنه 90 ما شاء الله. انا طولي 196 طبعا بعتذر. لكن انت دلوقتي حاسس بثقة في نفسك؟ طبعا طبعا طبعا. شكلك كنا فين وبقينا فين؟ كنا فين كنت بتلبس مقاسات كام يا عبد الرحمن؟ لا ده ديت بقى مشكلة كبيرة خالص. مثلا 3 اكس مثلا؟ لا ده انا أكثر. اصلا ما كنتش بلاقي اللبس بتاعي في محلات اللبس ولو لقيته اقول لك بقى على الاستغلال. لو كنت لقيت اللبس بتاعي اول حاجه ما بلاقيش الالوان ولا الاقي الحاجه اللي انا عايزها ده انا صحيح. اللي بلاقيه عند البياع او كده بضطر ان انا اخده وخلاص. وكمان ايه لو مثلا سعره سي مثلا سعر التيشيرت مثلا 200 او 300 جنيه لا باخده بالضعف. اللي هو مثلا لو ب 300 انا باخده ب 600. يقول لك المقاسات الكبيره ليها اسعار خاصه. لا ما انت مضطر كده او كده هتاخده يعني اصلا ما فيش غيره ولو دورت اصلا ما بتلاقيش فانت بتضطر انك انت بتاخد الحاجه دي وكمان ما تبقاش عاجباك. غير ده كمان انك انت يعني بتلاقي ان ايه تحس ان الموضوع فيه استغلال وكده ده غير ان غير ملامح وشك نفسها اتغيرت طبعا طبعا. يعني الاول السمنه زي ما شفنا في الصور كان هو شاب صغير ده شاب 20 بس كم سنه يا عبد الرحمن؟ اديني كم سنه يا دكتور؟ اديك 22 لا 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 انا اصغر من كده بكتير. لا والله دلوقتي اختلفت بقى تماما طبعا طبعا طبعا. دلوقتي ملامح وشك بانت طبعا حتى الثقه في النفس بتبان على الوش. يعني عارفه انت لما بيبقى حد راضي عن نفسه طبعا وراضي عن مظهره الانطباع ده بيبقى طبعا ثقه بالنفس. يعني ما شاء الله عبد الرحمن هو والدته كانت حريصه جدا بصراحه وهي كانت من الناس اللي والله مامه عبد الرحمن كانت من الناس اللي هي متابعاني. فهي لما قالت له يا ابني احنا يعني على طول دايما بنروح المحلات ما بنلاقيش مقاسك كان نفسه يلعب كوره وهي كانت حكت لي ده وكان زياده الوزن ويعني تعوق دون ذلك وبياكل كتير جدا وعندهم محل سوبر ماركت كده فقالت لي طول النهار بياكل تانية. كوميديا تانية دي طبعا المحل محلهم بقى وعايش عارفه فيلم اللي هو بتاع اكس لارج ده انا كنت صوره تاكل اصلا منه بجد دي حقيقه. طيب عبد الرحمن عايزين بس نعرف ايه اللي خلاك في لحظه قررت ان انت تغير حياتك تماما ايه اللي حصل؟ هو في البدايه كانت والدتي طبعا اتفرجت على الدكتور وكده فقالت لي طب ما شاء الله بينا نجرب يعني وكده ونشوف لو في نتيجه نكمل. طب ايه اللي خلاها في كلام دعاء سويل اللي خلاها تاخد القرار ده او تقول لك كده؟ بصي هقول لحضرتك في الاول يعني انت قلتي ايه خليتي الام فجاه تعالى يا ابني انت لازم تعمل الدايت. اول حاجه الدايت وكده انا ما بحبش زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هو نظام ان انا اكل بضايع والربع رغيف وكده انا مش هقدر على ده. معلقتين رز معلقتين مكرونه مش هقدر مش هقدر. النسب دي في بعض الناس ما بتبقاش مرضيه ليهم طبعا. فطبعا طبعا لما كلمناها وكده قالت ان اصلا ما فيش نظام دايت انت هتاخد العلاج ومش عارف ايه وهتلاقي انك انت الشهيه بتاعتك كل حاجه بالظبط ما كانش في حاجه ممنوع منها نهائيا نهائيا خالص خالص ولا حلويات ولا نشويات كله تاكل كل بس حاجه بس هو انت اصلا مش هتبقى قادر انك انت تاكل بالنسبه اللي انت كنت بتاكل بيها فبالتالي هتبدا انك انت تخس. دي اول حاجه فدي طبعا حاجه شجعتني جدا ودي حاجه ادتني البوش يعني. بعد كده كان حصل كام موقف معايا كده ما فضلش ان انا اذكرهم كلهم بس اذكر شويه حاجات منهم كان في تنمر كتير أكيد. كتير وللاسف ساعات التنمر بيبقى من اقرب الناس ودي اكتر حاجه بتوجع وممكن تصير هزار بس نص الهزار جد على فكره صاحب مثلا وفي مواقف ثانيه كتير برضو مثلا زي مثلا كنت يعني كنت رايح في حته وكده فكنت راكب ميكروباص وكده فحصل موقف انا كنت طبعا كنت تخين ف يعني مش مفضلش اذكر الموقف ده بس برضو في موقف تاني بس ده كان الموقف ده اثر فيك ضايقك كان في موقف برضو تاني مع بس ده بقى كان من نفسي شعور داخلي ان انا حياتي كلها انت بتقعد تاكل ما بتعمل يعني كل اللي انت بتعمله حتى كمان المشي انت بتنهج لما بتمشي حسيت ان انا اصلا حياتي كده عارفه اللي هو انت محتاج انا لا مستمتع بحياتي كشاب ولا قادر اعمل اي حاجه زي اللي اصحابي بيعملوها في السن ده انا ما حسيتش بالشباب بتاعي وما حسيتش بان انا كل انا بعمله كان 19 سنه كنت ساعتها 19 لا لا انا ساعتها كنت كام سنه دلوقتي دلوقتي 17 17 ما شاء الله 18 خلاص فانا ما استمتعتش بحياتي ولقيت نفسي ان انا كل اللي انا بعمله ان انا بعرف اكل اللي انا بعرف اعمله بس ده بقى الشعور الداخلي ده بقى اللي خلاني استمر يعني. وبعد كده لما خدت الكورس
اول اسبوع لقيت ان انا خسيت 4 كيلو، فده طبعا بقى خلاني ايه، الجسم استجاب حلو قوي يعني. استجابه الجسم هو ما شاء الله كان هو يعني. اما نيجي نتكلم عن حاله عبد الرحمن، ايه بالنسبه لي؟ هي شهيه عاليه وما عندوش مشاكل صحيه تعوق ان يعني نزول الوزن، وبياكل سن صغير، مش كل السن الصغير برضه. لان وارد جدا يكون سن صغير ومثلا مريض غده درقيه، ممكن يكون سن صغير وعنده سكر مثلا يكون وراثي، وده بنشوفه برضه في بعض الحالات اللي بتتابع معانا. وطبعا دول بيخسوا لان لكل حاله صحيه وفئه عمريه وكيفيه التعامل معاه. هنا شهيه عاليه ومحب للاكل، بياكل بره البيت وبياكل جوه البيت وما عندوش مشكله، مش عاتق، ومامته بتصرف والدتي ولا الطبخ بقى بتاع والدتي هو اللي السوبر ماركت وعيش بقى. فطيب انا عشان انجح بيه، وده انا عندي حد عايز يفقد 55 كيلو و55 كيلو شهيته عاليه، سنه صغير كتير. مامته قالت لي بقيت بزهق انزل الف على المحلات، مامته بتقول بيتزهق يعني، بلف على المحلات ما بلاقيش، ما فيش مقاسك، لا ده مقاسات خاصه، لا ده مضطر ان انا اخد الحاجه دي غصب عني، مش تمام. مثلا بقى علشان يبقى شهيه عاليه بسرعه ادور في علم التغذيه، ايه الماده العشبيه اللي تقدر تقمع شهيه مريضي ده. اخذ مجموعه كورسات طبعا مختلفه، اخذ كورس الاناسيليوم، والاناسيليوم مرخص وزاره الصحه، وده من اعلى المكملات الغذائيه لان فيه 5 ملغ من البسيليوم والباكت الواحد ده، وكمان فيه خلاصه الاناناس والاناناس والبرومالين، ده منظم جيد لحركه الامعاء، وكمان عشب البسيليوم بيمتص الميه يعني بيعطشه كل ما، فكمان بيكتسب هو عاده معاه، هو كمان بيشرب ميه، فعشان الميه طبعا بتعلي معدل الحرق فبيشرب ميه كتير. كمان العش او قشور السيليوم دي مع شرب الميه بتبقى واخده حيز كبير داخل المعده، فهنا انا معده عبد الرحمن كبيره، لازم تمتلا امتلاء كاذب، لانه كمان ما بيحبش يعمل دايت، وانا مش عايزه شعور الجوع يلح عليه. فطبعا خد كورس الاناسيليوم وده كان اول كورس هو اخده، ما شاء الله خس في الشهر ده بتاع 16 كيلو. فانا فاكره بتاع 16 كيلو، ف 16 كيلو اول شهر ده شيء جميل جدا طبعاً. طيب والشهيه اتقفلت، فطبعا انا لازم الشهر اللي بعده، خلال الشهر هي ايه فايده المتابعه؟ والموضوع مش بيع واجري وده الكورس المناسب ويلا وخده، لا لا بجد المتابعه برضو دكتور جوليا برضو من ضمن جوليا الاسباب، من كل اللي الأسباب عندي بجد. مش كل اللي يجي يشكر في الخبير اللي معاه ما علشان كل حد ده اللي اتعامل معاه، وده اللي دي حقيقه، لان هي دي فعلا برضو ادتني برضو بوش وادتني برضو ان هي متابعه جيده جدا لحالتها. بنهتم كفريق تغذيه بالحاله النفسيه اولا، لان انا ملاحظه هو بيتكلم عليها كانها ايه، اخت بقى او صديقه فكرت هو خلاص انضغط نفسيا، هو بقى مش عارف يعيش سنه، مفيش مقاسك، مش عارف يخرج، مش عارف يستمتع بحياته. فالنوع ده بيبقى نفسيا هو صاحب شهيه عاليه، والضرر النفسي يرفع له الشهيه كمان اكتر، لان اي حد بيتضرر نفسيا بيرتفع عنده هرمون الليبتين، وده هرمون الجوع داخل جسم الانسان، وينخفض هرمون السيروتونين وده هرمون السعاده. التوتر والقلق والحاله المزاجيه اللي مش مظبوطه، كل ده نسبه السكر في الدم ما بتبقاش مظبوطه، بالتالي بتلاقيه بقى خلاص انا عايز اكل، بياكل بالليل بياكل بالنهار، نفسيا متضايق وبيحب الاكل فبياكل، فهنا شهيه عاليه. اما ادينا له عشب السيليوم وده ما شاء الله قمع الشهيه معاه، وما شاء الله وصلنا لنتيجه مرضيه، وده كان اول شهر 16 كيلو في شهر، ده شيء جميل جدا. الشهر اللي بعده لازم في تطور الحالة الصحية، إذا أنا مش متابع مش هفهم هو وصل لإيه. صحيح. فلازم أقفله الشهية وأديله شوية حوارق علشان ما يحدث ليه ثبات وزن، وثبات الوزن بيحدث وممكن يحدث مع 90% من الحالات، ولكن ما شاء الله عبد الرحمن ما حصلش ده معاه، ثبات الوزن لا. تاني كورس كان كورس إيه؟ كان اللي هو الكورس اللي فيه تقريباً بسيليوم أو حاجة زي كده. البيستا. البوستات تمام. الاولاني كان سليم، كل دول يحتوي على ايه؟ بتغيري كمان طبعًا. بتغيري ايوه فعلا، لكن بتغير كل بتغيري الكورس، انا لازم اديله نسبه حوارق اعلى. الكورس اللي بعده مش من الاول، مش زي الاول، لا الاول هو خلاص هو عنده شهيه عاليه. انا لما اتقفلت الشهيه ونسبه اكله قلت، فهنا لازم احافظ على اللي انا وصلت له. اديته كورس البيستا مرخص وزاره صحه، ويحتوي على نسبه عاليه من التفاح. التفاح طبعا
بيخلينا نتخلص من الدهون الثلاثية، وكمان هو أعلى مضادات الأكسدة فبيعمل ديتوكس لوحده داخل الجسم. حلو. وعلشان كده أنا بقول لازم ان ما فيش حاجه اسمها اثبت على ماده عشبيه فعال. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش على الارض ده الا وخلق ليه الدواء. واحنا ما شاء الله كل المكملات الغذائيه عشبيه طبيعيه. وبيهمني يكون المكمل الغذائي ده لازم يكون مرخص. لازم يكون ناتشرال، لازم يكون طبعاً. امن على الصحه، مش هبقى فرحانه وعبد الرحمن خاسس بس وكمان متضرر صحيا. لا بصي كمان ما شاء الله يعني ده بقى وشه مازال قمر. والله يعني ما تاثرش. طيب الناس بقى دلوقتي القاعدة بتتفرج علينا وتحمست جدا جدا بعد تجربة عبد الرحمن، مثال حي قدامكم، شفتوا الصور كان الأول إزاي ودلوقتي بقى إزاي. هنعمل إيه بجد؟ اللي أنا عايز أقوله نوجه بس الناس الأول، قول لهم بجد يعني خدوا التجربة. اتصلوا على أرقام التليفونات، جرب أسبوع واحد بس. يعني أنا مع أول أسبوع متحمس قوي عبد الرحمن بجد. أيوه لا لما خسيت 4 كيلو أنا ذات نفسي لقيت الدافع أصلا. لا استنى، أنا جاية لك بقى للإحساس ده. أول مرة حسيت إنك خسيت، بس الاول نقول لحبايبنا يعملوا ايه، يوصلوا ازاي. تمام. ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه، اتصلوا عليها يا جماعه يلا دلوقتي على طول. وكمان صفحه الفيسبوك هتنزل لكم ايه على الشاشه، دي الصفحه اهي قدامكم. نقدر ندخل على صفحه الفيسبوك نتواصل مع خبراء التغذيه او نتصل على ارقام التليفونات يا جماعه. صفحتي موثقه بالعلامه الزرقاء جنب الفيسبوك علشان في صفحات كتير بتبقى باسم دعاء سهيل. انا لا يمت لي اي صله غير الصفحه الموثقه بالعلامة الزرق جنب الاسم يا جماعة، علامة التوثيق. لا وكمان النهاردة يا شيف أنا عاملة لهم عرض النهاردة، 2 كورسز وعليهم 1 إيدي. طب ما قلناش كده كمان من الأول يعني مش عبد الرحمن حافز بس، لا عندنا كمان النهاردة نقول العرض تاني. الكورس الواحد عليه 20% خصم، اللي هياخد كورسين النهاردة التالت عليه هدية. وكمان كريم اللينوكس مرخص وزارة صحة، وده غني جدا بنسبة عالية من الكولاجين. علشان كمان وأنا بخس دايما السيدات أو الرجال لما بيفقدوا وزن أنا مش عايزة ترهل، أنا عايزة دراعي يكون مظبوط كده. فالمفروض إن أنا بعمل بالكريم اللينوكس اللي هو مرخص وزارة صحة وبشد عليه ستريتش فويل لمدة ساعة، ده بيشد الجسم وبيرجعه لطبيعته، وكمان بيخلصك من الخلايا الدهنية اللي تبقى موجودة تحت الجلد. ولما بيولد حرارة بيخلي الجلد يتشرب الكريم، بيشرب ده ويبقى الملمس ناعم ومفيش ستريتش ماركس ومفيش علامات لكده. الله عليك. طب عبد الرحمن بقى عايزين نقطة مهمة جدا. تمام. انا حساها من قبل ما اسألك فيها، اول مرة حسيت ان انت خسيت، ودي بقى تبقى اول لحظة في حياتك بعد بقى المعاناة اللي كنت فيها، اول لحظه في حياتك تتفاجئ انك خسيت، حسيت بايه؟ اول حاجه حسيت بالنفس. اول حاجه كنت يعني ساعتها ديت بدات ان انا اعرف فعلا اخد نفسي. بدات ان انا فعلا اعرف ان انا امشي من غير منهج. بدات فعلا ان انا عرفت ازاي انك خسيت. وقفت على الميزان ولا مقاسات؟ اول حاجه مقاسات. دي لقيتها في لقيت اختلاف، لقيت الهدوم ابتدت كده ايه سيكه كده توسع عليك. يا نهار ابيض، انا عندي إيه الفرحه دي. عندي بنطلون بدخل رجليا الاثنين في رجل واحده. طب دلوقتي يا خبر ابيض، يا ريتك عملت كده. كنت بفكر فيه والله بس نسيت. يا ريتك عملت كده. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، انت تعرفي ان الاحصائيه الدوليه اللي فيها دايما مصر موجوده بتعاني من زياده وزن، ولينا ترتيب داخل الاحصائيه الدوليه دي ان الشريحه داخل المجتمع المصري الاكثر معاناه من زياده الوزن هي شريحه الشباب. طب ما قوه المجتمعات في شبابها. ينفع قوه المجتمع دي تكون مخوخه تعاني من زياده طبعاً وزن؟ ده الجيل اللي جاي. طبعا ده الجيل اللي جاي، ما ينفعش. يعني انا عايزه اقول ان الشاب يعني الاحصائيه بتقول ان من 17 ل 35 دي اكثر فتره زمنيه بيعانوا فيها من زيادة الوزن. لا ما تسيبش عمرك يضيع كده، ما بتحققش فيه امالك ولا طموحاتك. ان انت تبقى مش عايش سنك، ان انت ما عندكش ثقة في نفسك، اما تخلص دراسة وتيجي تلتحق بعمل انت حابب تشتغل فيه فيعوق دون ذلك زيادة الوزن. ومش عايز اقول ده بس، عايز اقول ان مريض السمنة انت عرضة يعني بعد شر عليكم وعلى السامعين، وربنا ينعم علينا جميعا بالصحة. مريض السمنة السمنة مرض ومسببة ل 44 مرض. عرضه بقى لاي امراض تحصل في اي وقت. عليهم أيوة. طبعا. فيعني ما يبقى شاب في ريعان شبابه وكل الحكايه هي عاليه. طب ما هو مع مرور الوقت ما شاء الله
النهارده ما عندوش شهيه عاليه، ما شاء الله مثبت من سنتين فاقد 50 كيلو معانا على مدار 5 شهور، يعني 5 شهور بقى وما عملش دايت وما كانش تحت هيدك، لان في ناس كتير جدا يعني ما بتقدرش تاخد بيضه الصبح، ربع رغيف مش عارفه ايه، ربع فرخه منزوعه الجلد، وبالليل كوبايه زبادي. النسب دي غير مرضيه لبعض الناس. وبعدين في مثل بيقول لك ايه، الممنوع مرغوب. يعني انا لو رحت الدكتور وقال لي ممنوع كذا وممنوع كذا، اول ما اخرج من عنده الاقي انا عايزه ده. ممنوع النشويات، وممكن يخس المكرونه كيلو وممكن يخس ال 50 كيلو، بس بعد ما بيفقدهم بيدور انا كنت محروم من كذا، هاخد كذا من نفسي. ما بيعرفش يعمل كنترول ده بالزبط. هو من البدايه بياكل كل حاجه واي حاجه، ولكن بنسب قليله معتدله. قلتها قبل كده في حلقات ماضيه ان علم التغذيه، وانا دكتوراه في علم التغذيه البشريه، علم التغذيه علم مدارس. انا اشتغلت مع الحالات داخل المجتمع المصري بما يتناسب مع طبيعتنا، احنا محبين للاكل، فاحنا اذا نظمنا مواعيد اكلنا، وده اللي حصل ما شاء الله مع عبد الرحمن، نظمنا مواعيد الاكل، اكل كل حاجه هو عايزها ولكن بنسب قليله. قبل كده ما كانش قادر على النسب دي، لان ما كانش فيه العامل المساعد، هو الكورس بتاعنا النهارده المكون من يعني الكورس الخماسي النهارده ان شاء الله ان شاء الله يفقدك من 8 ل 12 كيلو. بقول من 8 ل 12 بس ما شاء الله عبد الرحمن خاسس 16، فانا بقول المعدل الطبيعي اللي ان شاء الله مش هنخذلهم. متابعه جيده، الكورس مرخص وزاره صحه، امن على الصحه، واعيدها مرارا وتكرارا، مش لازم علشان افقد الوزن افقده من غير صحه، لازم يكون مرخص. كمان لازم يحتوي على فيتامينز. انا ما شاء الله الكورسز كلها يعني الاول كان الكورس الانسيليوم، ثاني كورس كان كورس البيستا، ثالث شهر كان السوبر سيليوم، غيرتي يعني لثلاث كورسات طبعا. في المده مرور الوقت بيحصل ايه لمعده عبد الرحمن؟ بتقل ويحصل لها زي شرينك وتبتدي تنكمش، وهو يقول لي انا ما بقتش اكل، صح فعلا بدا يقل بالتدريج. انت دلوقتي عبد الرحمن بقت وجبتك العاديه بقى، اخدت على كده عادي جدا وبتشبع وتمام، باكل كل حاجه عادي جدا. حتى كمان ايام كنت بخس انا كنت باكل كل حاجه عادي. بس بكميات قليله، حتى قلت في حلقات قبل كده انا كنت باكل محشي عادي جدا وانا بخس، وكنت بخس مش ممنوع، مفيش حاجه. النشويات ليست ممنوعه على الاطلاق، يعني انا ما اقولش البطاطس ممنوعه على الاطلاق، الرز ممنوع على الاطلاق، المكرونه ممنوعه على الاطلاق، مفيش حاجه في المطلق. في نسب، ان انا اذا اكلت بنسب قليله معتدله على مدار الساعات النهاريه واستغليت الغده الدرقيه وهي بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتنا، فاكلت السعرات في الوقت اللي الغده الدرقيه فيه بتفرز الهرمون وتحرقه. طيب انا كمان بقيت بنام بدري وباخد الثلاث وجبات بتوعي قبل انتهاء الساعات دي، بشرب ميه كتير على مدار اليوم، وده ما كانش لايف ستايل بتاعه. العشب السيليوم هو اللي بقى بيعطشه وبيخليه بيشرب ميه كتير. بجد وما شاء الله انا المفروض ان انا مثلا بشرب كميات ميه معينه، المفروض دي اصلا حاجه ما كنتش بحافظ عليها. انا كنتش اصلا كنت بشرب ميه في الايام العاديه خالص، ولا تلاقي كنت بتفتكرها اصلا يعني. دي حقيقه يعني. وبعد كده اللايف ستايل برده بدا اللي هو ايه، ان انا باكل مثلا كميات قليله، ممكن اكل اي حاجه موجوده، بس الكميات بتقل عامه. حتى يعني انا لما ببقى واخد العلاج وكده بلاقي نفسي ان انا مش قادر ان انا اكمل الحاجه خلاص. انا اكتفيت بال. بص يا عبد الرحمن وانت بتتكلم بعد اذنكم يا جماعه، ممكن ننزل الصوره تاني اللي فيها البنطلون اللي هو الصوره دي لازم تاخد خاصه مقاس 56 ما شاء الله النهارده بيلبس 42. الصوره دي انجاز وعلى والله. فكره في صوره ثانيه انا كنت مدخل رجلي الاثنين في والله. طيب عبد الرحمن انت في الصوره اللي على الجنب التيشيرت دي كانت مقاس كام، والتيشيرت الثانيه مقاس كام؟ على ما اتذكر يعني كانت 3 اكس او 4 اكس، اللي هي اللي بعد ديت تقريبا اكس او اقل. او طيب الشميز اللي عليك مقاس كام؟ دوت ميدي. الحقوا بقى من 4 اكس لارج لميديوم. يعني بص الفرق، الشميز اللي هو لابسه دلوقتي مقاس ميديوم. انتوا متخيلين يا جماعه، متخيلين اصلا البنطلون جينز اللي هو كان ماسكه مقاسه عامل ازاي؟ لا انت انجزت على فكره انه يفقد 50 كيلو. كلنا بنحييك بجد. انا عندي انجاز اكبر. لا يا دكتور، انا عندي مش مجرد وزن، محمود اللي من الشرقيه وبدعيك على الهوا انه يجي لنا حلقه خاسس 75 كيلو ما شاء الله. أيوة. بجد ما شاء الله، ومثبت بقاله 3 سنين. عارفه يعني المفروض مش نقول لمحمود طبعا او عبد الرحمن برافو عليكم، لا انت اللي نقول لك برافو عليكم. ربنا يخليك. هو الموضوع بس والله كله توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. دي انجازات كبيره جدا جدا، انا بحييكي عليها. يا رب يخلي حضرتك. وكفايه مثلا ان والده عبد الرحمن تدعي لك دعوه حلوه. هو والله يعني الدعوه اللي بيديها لي اي يعني مريض، واسفه لو بقول مريض،
لان السمنه مرض. اي حد كان زايد وزنه وخس وحياته اتغيرت للافضل هي عندي افضل من كل التكريمات اللي حصلته عليها. طيب عبد الرحمن، انت يعني ازاي قدرت تقبل فكره انا اخس اونلاين؟ في البدايه اصلا ما كنتش عارف، او مثلا ما كنتش قلقان وموضوع الاونلاين؟ قول الصراحه ما تجاملنيش. لا لا بجد في البدايه اصلا انا بجيب لك الاسئله اللي الناس دلوقتي حبايبنا قاعدين بيفكروا فيها، هل فعلا الاونلاين ممكن يخسسني؟ ده اللي حصل معاك في البدايه؟ انا ما كنتش عارف اصلا ان في تخسيس اونلاين، ما كنتش عارف اصلا ان تعرف عن المنظومه دي خالص. اي حاجه هي والدتي اللي عرفت اصلا. فبدات ان انا اشوف واتابع مع الاستاذه جوليا. انت قلتي ايه خليتي ام عبد الرحمن قفشت في الموضوع؟ قلتي ايه؟ مفيش دايت. قلتي كده ايه دي الكلمه اللي كده؟ حاول يعمل دايت كذا مره. فكل ما بتقولي كان الدايت ده يقعد معاه يومين واكتر خلاص. وقت ثبت عليه كان اسبوع. طيب انت قلتي ايه ده مش هيعمل دايت يعني هياكل من الاكل؟ طب يبقى مفيش مشكله ونجرب، لان موضوع يعني هناك نماذج سيئه في الميديا فبتخلي الانطباع على الجميع ان هو مش جيد يعني. وطبعا الاعلانات اللي لما يجي منتج واحد يقول لك ده هيخسس كل الناس وطبعا ده مش منطقي ابدا. مفيش ماده عشبيه تصلح لكل الحالات الصحيه وفئات العمر المختلفه. فده اللي بيخلي الناس ويقول لك لو شاطر كل مش عارفه ايه. فكل أيوة ده فعلا دي حقيقة. فكل ده فعلا بيخلي الناس انا لسه مش هاخد الخطوه. طب انا مش عارفه ايه مامته لما لقيت مفيش دايت وشافت حالات معانا ما شاء الله، وانا ظهرت يعني قناه النهار كانت يعني ظهرت في العديد من البرامج عليها بحالات كتير بعد فقدان الوزن، فالحمد لله ده اللي اداني ثقه. وبعدين انا 9 سنوات انا اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين. الحمد لله انا دكتوراه في علم التغذيه البشريه، مؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي. فانا عارفه قد ايه الممارسات الغذائيه الخاطئه هي التي تؤدي الى صحه الانسان فعلا للهلاك. ان انا اكون باكل غلط، اللايف ستايل بتاعي غلط، باكل في اوقات غلط، نوع الاكل غلط، طبيعه الاكل غلط. انت ممكن تاكل كل حاجه ولكن تاكلها بنسبه بسيطه على مدار اليوم. ممكن اكون باكل كتير 5 وجبات ولكن غير مشبعات. ممكن اكون بشرب ميه كتير، ممكن اكون بشرب مكان الميه مياه غازيه وده غلط. طبعاً. انا بعدل السلوكيات، بساعدهم بالماده العشبيه الطبيعيه بفقدان وزنهم، لان الحمد لله كل المكملات الغذائيه اللي بترشح من قبل الفريق بتاعي هي مرخصه وزاره الصحه، امنه على الصحه، وما شاء الله ما شاء الله نجاحات موجودة على أرض الواقع. بدليل إن حالة عبد الرحمن هي حالة واحدة بس تغير عليها 3 كورسات. يعني زي ما حضرتك بتقولي ما بينفعش منتج واحد لكل حالة. طب احنا حالة واحدة وتغير عليها 3 كورسات. والدتي كانت بتاخد برضو كورس مختلف عني، واخويا كان بياخد كورس مختلف عني، كل واحد فينا كان بياخد نوع كورس معين. والدتك كمان كانت بتاخد برضو كورسات وبرضو وخدت. وعايز اقول لك على المفاجأة الكبيرة، انا والدتي عندها حوالي حاجة و50 سنة وكانت بتاخد الكورسات، يعني معنى كده ان هي ده امن جدا. وكان عندها ضغط وسكر ومش عارف ايه تاني كده. لا 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 بجد يعني مش يعني معنى كده احنا ناخد معلومات من كلامه ان هو يصلح لاصحاب الامراض المزمنه اللي بياخدوا اي كل حاله صحيه ليها الكورس. يعني مامته كانت مريضه سكر ما شاء الله النهارده ظابط عندها السكر دلوقتي بقى مظبوط والضغط نفس الكلام. وعلى فكره ممكن نجيبها في حلقه. يا ريت يا ريت اتمنى. بس والدتك كانت بتاخد كورس مختلف عن الكورسات اللي بتاخدها. دي حقيقه. ايوه. طب اهو كمان في العيله الواحده يعني احنا قلنا في الحاله وكمان الواحده يعني مريض الضغط وسكر لازم دي يعني دي حاجه اصحاب الامراض المزمنه اللي لان مريض القلب والضغط وكمان والسكر كانت بتخس وكمان الضغط والسكر اتحسن، الاثنين اتحسنوا لدرجه ان هي وقفت العلاج بتاع السكر. لا تقول لماما تيجي حلقه بقى. لا هي لازم تيجي بقى عشان مدام هاله منع ان انا اتكلم على حالات تقولي يجوا يحكم. ننزل صفحه الفيسبوك تاني يا جماعه عشان يبقى معانا وسيلتين للتواصل. الناس بس ما تتضايقش لو لقوا الارقام مشغوله معانا صفحه الفيسبوك. لو لقوا الارقام مشغوله يدخلوا على الفيسبوك او يصوروا الارقام على مدار اليوم هتلاقوا ان شاء الله. عارفه بقى الحاجه الجميله برضو كانت ايه؟ يعني مثلا يعني ثمن الكورس انا يعتبر كنت بوفره في الاكل واللبس. خلي بالك دي يعني دي حقيقه بجد. انت كنت بتصرف جامد على الاكل واللبس والحلويات. بتصرف ايه يا ابني والسوبر ماركت بتاعكم؟ لو انت حسبتي بجد بجد لو انت حسبتيها الحلويات والكلام دوت اللي انا وفرته هتلاقيه بثمن العلاج يعني اللي هو بس مع صحه مع أفضل. صحه طبعا صحه يعني أفضل. بجد 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 انا مش خسيت 50 كيلو، انا خسيت 50 سنه من عمري.
جد. الحالة نفسها تتكلم عن نفسها وتبقى نموذج للناس اللي بتتفرج. ما تنسوش أرقام التليفونات موجودة قدامكم على الشاشة، لو ما جمعتش معاكم عندكم صفحة الفيسبوك، وحاولوا مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله تجمع معاكم. بشكرك حبيبي قلبي، ومن نجاح حبيبي لنجاح، ومن تقدم لتقدم دايما يا رب. شكرا على استضافتك حبيبة قلبي. أشكركم على متابعتكم الكريمة، وبتمنى من الله أن الحلقة النهاردة من أولها لأخيرة تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة وإنجاز جديد من دعاء سهيل. وإلى اللقاء، والسلام عليكم.